بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستغل موسم الليمون بمشروب سحري حارق للدهون لكل من تعاني من زيادة الوزن وبروز الكرش. مكونات هذا المشروب السحري الحارق للدهون والمزيل للكرش عبارة عن ليمونة مقطعة على شرائح متوسطة الحجم، ليمونة متوسطة الحجم مغسولة جيدا، نغسلها جيدا ونقطعها إلى شرائح بهذا الشكل. ونحتاج لملعقة طعام كبيرة من الكمون، حبوب الكمون. نحتاج لملعقة طعام كبيرة. أولا نأخذ شرائح الليمون نقطعها على شكل دوائر، نضيف عليها لتر ماء مغلي، يجب أن يكون الماء مغلي، نضيف لتر ماء مغلي على شرائح الليمون بهذا الشكل. ونضيف عليها ملعقة طعام كبيرة من الكمون حب بهذا الشكل ونخلط مع بعض هكذا. يترك هذا السائل لينقع ليلة كاملة، معناه يعمل في الليل، وفي الصباح تأخذي كوب على الريق، طبعا تصفيه وتأخذي كوب على الريق وقبل كل وجبة، يعني تأخذي كوب صباحا على الريق وقبل وجبة الغداء وقبل وجبة العشاء. من أول يومين رايحة تشوفي الفرق إذا كان الوزن مش عالي جدا، ورايحة تشوفي أن الكرش ابتدى يدخل ويصير يعني الكرش عندك خالي من الدهون. هذا المشروب رائع سحري حارق للدهون، جربوه وراحين تلاحظوا الفرق. يمكن الاحتفاظ بهذا السائل في الثلاجة في قارورة زجاجية، حذاري من الاحتفاظ به في أواني معدنية لأن الليمون يتفاعل. احتفظي به في قارورة زجاجية واشربيه، وقلت من أول أسبوع رايحة تلاحظي الفرق. إن شاء الله تكون هذه الوصفة عجبتكم ونالت رضاكم. الليمون والكمون متوفر في كل بيت، وهذا موسم الليمون وهو رائع وسحري لحرق الدهون. استمروا على الوصفة حتى تصلوا للوزن المرغوب، كل واحدة ووزنها، كل واحدة وبروز الكرش عندها. إن شاء الله أتلاقوا نتيجة من أول أسبوع. لا تنسوا الاشتراك في القناة لدعمي على الاستمرار، ولا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء لكي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.